لك اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا. بالنسبه للزراعه، الزراعه احنا لو مو ميت عين الزرقاء اخيو دزوها علينا وبعثوا لنا اياها، ما فينا عندنا زراعه الا بنستنى على ميت الطاقه، ميت الطاقه اخيو بس لاهل اللي عندهم طاقه. احنا لو ما عندنا، لو ما جيتنا ميت عين الزرقاء لازم نحسن نزرع ولا يعني، ومزارعين احنا من يوم يومنا مو من هلا. انا صار عمري 53 سنه اخيو وشغلتنا كلها الزراعه. ما عليش الزراعه اخيو كويسه، بتفيد هالمنطقه كلها، يعني بتفيد المحرر بشكل عام. يعني احنا اعتمادنا على الله اول شيء، واثنين على الزراعه. احنا لو ما الزراعه اخيو بنموت من الجوع، اش هذا اللي لحقت لنا؟ عم نتدين وبنحط، عم نتدين على رغبتنا وبنحط كرمال هالموسم مشان الزراعه. والزراعه كويسه يعني الحمد لله بكل شيء بشكل عام لكل المنطقه المحرره. طبعا في حال ان شاء الله اذا صار ضخ مياه من عين الزرقاء على منطقه سهل الروج، الوضع راح يتغير 1000%، لانه الكل راح يعيش. يعني هلا حاليا مثل اللي عم يزرع خضره بس اللي عندهم طاقه، في حال صار ضخ مياه من عين الزرقاء على سد البالع ومن سد البالع على الغنوات الموجوده في سهل الروج، فالكل راح يزرع، الفقير وغير الفقير، فراح يزيد انتاج، راح يزيد فرص عمل، وراح تزيد زراعات جديده احنا كنا صار سنوات ما زرعناها. والله عم نتدين اخيو على رغبتنا، بس لو انه الله دعت لنا هيك شعب مشي منظمه حلوه اخيو تكون بتخاف من وجه الله سبحانه وتعالى وتدعمنا بالسماد، تدعمنا اخيو بالدواء، لانه الدواء كله غالي والسماد غالي، حاطين دم قلبنا عم نتدين على رغبتنا. قلت لك دينتنا اخيو ما بيجي الموسم بيكون اخيو ثلاث ارباع الموسم بنوفي للديانه. والله عم بحكي الصدق يعني، والفضل وفي شهيد علينا الله سبحانه وتعالى، شهيد على ما اقول. ثق تماما، عم بنحط بغد ما عم ناكل مره ونص، اقسم بالله. طبعا الصعوبات، في صعوبات كثيره بالنسبه للزراعه، المي، في عندك صعوبات السماد، الادويه، هاي كلها عم تكون غاليه علينا. انا كان مزارع كذا، السماد حاليا حازق ال 40 دولار، الادويه غاليه. بالمقابل الصعوبات اللي عم نواجهها، كل شيء احنا عم نبيعه بالليره، يعني عم نشتري بالدولار ونبيع بالليره. يعني كل البتنجان حاليا يمكن صار ليرتين ليرتين ونص، الخيار ليرتين ليرتين ونص، بس انه ما عم تغطي تكاليفها. يعني انت شو عم تجيب ما عم تغطي تكاليف اللي انت عم تجيبه الخضراء. هلا سهل الروج يعتبر السهل الغذائي لمحافظه ادلب المحرر بشكل عام. يعني نسبه الزراعه المرويه فيه يعني لا تتجاوز 25%. حاليا بعد مشروع ضخ مياه عين الزرقاء، اذا صار ضخ كامل الروج راح تصير زراعات جديده ترجع مثل سابقا، الزراعات الاستراتيجيه مثل الشواندر، السكري، القطن. هاي الزراعات الاستراتيجيه هي بحاجه مياه بشكل كبير، لهيك يعني اذا صارت ضخ كامل ممكن يصير في تحقيق نسبه كبيره من ايدي العامله بتشتغل وحتى المعامل، وكثير عائلات استفاد من هذا المشروع. والله اهم المواسم بالنسبه للخضريات بشكل عام هاي وحدة، اثنين مشان كمان في موسم ثاني بالنسبة للذرة، بالنسبة للفول الصويا، هذا اخيو كمان بنستخرج منه زيت الصويا، بنستخرج منه علف للحيوانات، للبقر، للغنم، وبنستخرج منه كمان التبن بنفس الوقت اخيو. الذرة على الفول الصويا هذا كمان بنستخرج منه التبن اخيو للحيوانات، كمان بنستفيد منه، عرفت علي كيف اخوي؟ وكل الحمد لله يعني الفضل لله، قلت لك اول شيء، واثنين المي حياة كل شيء. يعني لو مو هالمي ما بنحسن نزرع شيء ابدا. في حال صار ضخ مياه على 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 الغنوات سهل الروج، احتمال كبير الناس كلها تعاود ترجع فول الصويا، لانه زراعه كويسه وما انه ما هالتكاليف الكبيره. كشوندر، كقطن، نعم كلها ترجع تذرها كذره، مثل ما شفت هاي الذره تصير منها، تبيع منها عرانيس وتبيع منها، تصير مرعى للدواب للغنم. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا شرفونا احبابنا.
لكن ان شاء الله بيكونوا سامعين احبابنا، ان شاء الله بيكونوا سامعين احبابنا.